محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، قوتين مختلفتين تماما، الدولة والقطاع الخاص، دولة بقدراتها بالوزن النسبي لمؤسساتها كبيرة وضخمة للغاية. كيف يمكن أن نشجع القطاع الخاص على زيادة حجم استثماراته، على زيادة ما يسهم به في الناتج المحلي الإجمالي، وفي ذات الوقت نضمن له حيادا تنافسيا ونحمي المنافسة؟ شكرا يا فندم. بعد دولة الرئيس، يمكن ده كان الدور الأساسي اللي بيلعبه جهاز حماية المنافسة، ان احنا بنحاول ان احنا بنشوف مفهوم الحياد التنافسي، وده يمكن موجود جوه استراتيجية الدولة المصرية. ولكن خليني الأول أقول لحضرتك احنا ليه شايفين ان المنافسة هو طريق أمثل للاقتصاد. شوية إحصائيات مبدئية، الكيانات الاقتصادية اللي بتواجه المنافسة بتزيد قدرتها الإنتاجية من نسبة 3.8 إلى 4.6%. الحد من الأدوات التنظيمية، وده هنا مفهوم الحياد التنافسي، بيؤدي إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 10%. وجود منافسة في الأسواق بيؤدي إلى زيادة الإنتاجية ذلك السوق بنسبة 50%، وذلك دون أي تغيرات تقنية. وده يمكن اللي يخليني أرجع للجلسة امبارح اللي كان بنتكلم فيها، وكان أعتقد مجموعة عرفة بيتكلموا، أنا بحب المنافسة لأنه المنافسة فعلا تؤدي إلى ابتكار أفضل، بتؤدي إلى زيادة إنتاجية، وفي الآخر ده كله بيعود بقى في آخر مؤشر، وهو تعزيز سياسات المنافسة والحياد التنافسي، يرفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة قد تصل ل 2.5%. يمكن ده حصل في أستراليا. فده ليه إحنا شايفين أن المنافسة هو دور مهم، وبناء عليه الجهاز وضع استراتيجيته من 21 لسنة 2025، وحط الهدف الأساسي منها، أو يعني رؤية مصر 2030 هو المحور الرئيسي ليها، ويمكن المحور الثالث تحديداً هو اقتصاد قوي وتنافسي. وبالتالي وضعنا أربع أهداف استراتيجية، أول هدف منه الإنفاذ الفعال أحكام قانون حماية المنافسة، وهنا بنتكلم على الممارسات الاحتكارية اللي ممكن تؤدي إلى خروج كيانات من السوق والإضرار بمصالح المستهلكين وما إلى ذلك. ولكن أمر غاية في الأهمية ويمكن مساوي للأهمية لإنفاذ الفعال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة. وده بيتبعه بالتأكيد نشر ثقافة المنافسة داخل الأسواق، ورفع الكفاءة المؤسسية للجهاز اللي قائم على تنفيذ تلك الاستراتيجية. وبالتالي تم، أو خليني أنا هتكلم دلوقتي على الهدف الثاني، هو تعزيز سياسة المنافسة. وهنا دي المفهوم استراتيجية الحياد التنافسي اللي احنا اشتغلنا عليه. وبالتالي الفلسفة في الحياد التنافسي هو أن جميع الشركات بالأسواق تتنافس على نفس الأسس بشكل متكافئ، سواء كانت هي شركات مملوكة للدولة أمام شركات قطاع خاص، كانت هي شركات محلية أمام شركات أجنبية، الكل على قدم مساواة، أو ما يسمى بالليفلينج ذا بلاينج فيلد. وبالتالي عشان نوصل لهذا المفهوم، في ببساطة ثلاث آليات رئيسية، ولكن ليست الوحيدة، وهو أن هناك يكون هناك حياد ضريبي، وهو أن تطبيق نفس النظم الضريبية على جميع الأشخاص في السوق متى تساوت مراكزهم. الحياد فيما يتعلق بالمديونيات في تمكين الأشخاص للحصول على رأس مال بشكل متكافئ. والحياد التنظيمي أو التشريعي في عمل جميع الشركات في السوق، سواء كانت مملوكة للدولة أو شركات قطاع خاص محلية أو أجنبية، تحت نفس الأطر التنظيمية. ده يؤدي بنا إلى تجنب الأدوات التنظيمية الآتية. أدوات تنظيمية قد تؤدي إلى خلق أو تعزيز عوائق في دخول والتوسع في الأسواق، أو تسهيل التواطؤ، أو زيادة تكلفة المنافسة في السوق. وآخر حاجة، ويمكن ده بنتكلم على التمييز بين الأشخاص العاملة في ذات السوق. ويمكن الهدف أو المعنى الأخير ده، لو بصينا حتى في يمكن زميلي دكتور أحمد كان بيتكلم على تقليل نسب اللجوء إلى التحكيم الاستثماري وما إلى ذلك، فهنا آلية التمييز هنا زي ما نقول، ودولة الرئيس أشار امبارح، بنحل الموضوع بشكل جذري، إن احنا من قبل ما بيكون في هناك مسألة تمييز قد تؤدي بينا إلى لجوء بعض المستثمرين إلى التحكيم الاستثماري وإلى ذلك، بنقدر نقف ونتصدى لأي عملية من هذه التمييز على الفور. وبالتالي النتائج المتوقعة من تطبيق تلك السياسة هو تعزيز الحياد التنافسي، تعزيز المنافسة في التعاقدات العامة، دعم سياسات المنافسة في التشريعات والقرارات الحكومية،
ستؤدي بالآخر إلى الوصول للهدف الاستراتيجي اللي هو الحد بين التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة للنفس. ده هيؤدي إلى إيه؟ هيؤدي إلى إزالة عوائق دخول السوق والتوسع فيه، تحقيق يقين قانوني وتشجيع المنافسة عن جدارة، جذب استثمارات أخرى، تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى رفاهية المستهلك وضمان الحماية زي ما قلت في فكرة القضاء المقاومة ضد الدولة المصرية لمخالفة مبدأ العدالة والعدالة والمنصفة، وبالتالي يؤدي بنا إلى نمو اقتصادي وخلق فرص عمل بشكل أكبر. طيب، محاور رئيسية لاستراتيجية الحياد التنافسي اتحطت على الأطر الآتية: الإطار المؤسسي، إطار تنظيمي، ونشر لثقافة الحياد التنافسي وتقييم مدى فعالية الحياد التنافسي. وزي ما تم الإشارة، تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي في 20 يونيو 2022، وهنا يمكن أهم من أهم العوامل في اللجنة إن هي بتقوم بتصحيح الأوضاع على الفور. فدولة رئيس الوزراء يترأس اللجنة وبها كافة الجهات المعنية والوزارات المعنية، وبالتالي هنا تقوم الأمانة الفنية وهو جهاز المنافسة برفع التقارير سواء كانت نابعة من شكاوى المستثمرين أو ما إلى ذلك، وتقوم على الفور اللجنة باتخاذ قرارات تصحيحية لهذه الأمور سواء كانت هي نابعة عن قرارات تنظيمية أو تشريعات أو ما إلى ذلك. وعشان نقدر نكمل هذا الإطار المؤسسي، تم داخل الجهاز إنشاء إدارة متخصصة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، اللي كل شغلها الشاغل هو ضمان الحياد التنافسي في كافة التشريعات والقرارات الموجودة داخل الدولة المصرية. وبالتالي كان لازم يكون هناك إطار تنظيمي لدعم تلك هذا الإطار المؤسسي، وهنا الإطار التنظيمي كان موجود داخل قانون حماية المنافسة بالفعل، وهو أن هناك الرؤية في إبداء الرأي والقرارات والتشريعات والسياسات والقرارات الضارة بالمنافسة، والجهاز بيقوم بده فعلا. وبالشكل الآخر تلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي الجهاز في القرارات التي تؤثر على المنافسة. فهنا احنا بنضمن حاجتين: لو كان حصل وكان في زي ما بنقول تشريع ضار بالمنافسة أو ضار بالحياد التنافسي، على جانب اللجنة والإدارة سياسات المنافسة واللجنة العليا للحياد التنافسي تصحح هذا الأمر على الفور. أما فيما سيجد من تشريعات أو قرارات جديدة، فهنا بنضمن أن المخرج أن لازم يكون رأي الجهاز مؤخذ اتخذ في الاعتبار لضمان أن التشريعات الجديدة أو القرارات الجديدة بتتماشى مع مفهوم الحياد التنافسي. وعشان كده وتكملة لهذا الأمر، تم وضع إرشادات بشأن دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي لكافة الجهات في الدولة، وبالفعل تم تعميم تلك الإرشادات بكتاب دوري صدر من رئاسة مجلس الوزراء لكافة الجهات الإدارية بالدولة لضمان الالتزام بتاريخ 31 مايو 2022. وبالتالي المنهجية اللي أخذناها في الإرشادات دي هي منهجية مبنية على تجارب دولية من الـ OECD والبنك الدولي وما إلى ذلك، وهي بتبقى مرحلية. بفكرة المرحلة الأولى بنبص ما هي الأسواق المتأثرة، تقييم الآثار الضارة بالمنافسة، والمرحلة الثالثة دراسة المبررات وأسباب التدخل، والمرحلة الرابعة تحديد بدائل وجدول إجراءات التصحيح. وبالتالي عشان القيادات أو الجهات الإدارية بالدولة تقدر تنفذ تلك الإرشادات، كان من الضروري أن احنا بنقول لا، احنا بنعزز ثقافة المنافسة داخل الجهات الإدارية بالدولة، وبالتالي ذلك التعزيز كان لازم يصحبه إطلاق حملة لدعم الحياد التنافسي داخل الجهات الإدارية بالدولة، والعمل على إدراج مادة دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي في الدورات التأهيلية لقيادات الصفين الثاني والثالث بالجهات الإدارية للدولة. وده فعلا احنا اشتغلنا عليه، ويمكن عملنا أكثر من 40 ورشة عمل مع مختلف الجهات في مختلف المحافظات في ذلك الشأن. وبالتالي كان آخر دور وكان ده لازم ان احنا نشتغل عليه هو تقييم تطبيق السياسة دي. وبالتالي هنا عشان نعمل هذا التقييم بشكل احترافي، كان محتاجين ان احنا نضع مؤشر لتقييم الحياد التنافسي على المنافسة في الأسواق، وده حاليا احنا شغالين عليه، وايضا تقييم الدوري لاحق للاثار الناتجه او ما يسمى بالاكس بوست اسسمنت، ان احنا بنشوف التدخل او التصحيح ده كان له نتاج ايجابي او سلبي، او محتاجين تدخل اخر بشكل اخر لتصحيح الوضع. وشكرا جزيلا. شكرا. انا بس دكتور محمود، مساله الحياد الضريبي كمكون اساسي ضمن هذه الاستراتيجيه تنطبق على الجميع، على نشاط الدوله المستقبلي ونشاط القطاع الخاص ايضا؟
هي سياسة عامة يا فندم تطابق طالما تشابهت المراكز التجارية ليهم أو مراكزهم بشكل عام، فبالتالي من الضروري أن يكون هناك تطبيق بشكل واضح وصريح عليه. ممتاز، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمود.